في بيان سور في لا توجي العبيد بيان سور باسكو انا امي ميتين جلسوا راه في شويه ديالو في شويه ديالي بنادم تياكل بزاف في رمضان خصو يهضم اصلا باش كتهضم بالضحك حنا كنديروا الضحك لا نوفوتي هذا العام سي اوفرتور فيغ لافريك هذا العام هذا كونتريرمون لي زاني بريسيدونت اون ا توجور او دي ارتست لوكو فنانا مغاربه هذا العام سي اوفرتور فيغ لافريك اون اي سوبر كونتون باسكو بهاد لوفرتور هادي لقينا واحد الدعم كبير من وزاره الثقافه ولقينا دعم كبير من عند سيدنا الله ينصرو لو فيستيفال ولا داخل في لو كادر ديال غابا كابيتال كولتوريل افريكان اي سا سي ان اونور انورم مسؤوليه كبيره اي شرف كبير الاجواء كاملين مجموعه باش يولي اوفيسيلمون سي لو كا دايوغ هاد لو فيستيفال اجي تهضم لو فيستيفال دومور اوفيسيال دو غابا كي ريبريزونت واحد التجمع ثقافي تجمع رمضاني من الاسم ديالو اجي تهضم واللي جانا تو سامبلومون من سي ان جو دو مو سي سا سا رونتر دون لو كادر دون لا فيزيون اوسي دي زانكاليفيابل معروفين بزاف ديال لي جو دو مو اي اوسي سا ريلي تو فيها رمضان فيها الضحك فيها ان بو تو دونك كنحس براسي جزء من المهرجان لان كنت حاضر في اول النسخ ديالو ملي كان في مسرح صغير وانا فخور بامين وعبيد بزاف لان كيفاش بقاو غاديين عام على عام عام على عام حتى وصلنا مسرح محمد الخامس والمهرجان ولا تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله وبدعم من وزاره الثقافه فهادشي كله كيخليك فخور انك تكون جزء من هادشي هدف واحد هو الاضحاك والاضحاك كيف ما كانت الطريقه ديالو مادام الجمهور غادي يضحك هذا هو الهدف الاساسي ديالنا والفكره هو ان الناس ورا ما غادي يفطروا غادي نعمروا حيت حنا كنعمروا الكرش ويصليوا ان شاء الله صلاتهم يجيو عندنا يهضموا معنا ويضحكوا معنا وندوزوا وقيته زوين.